اجتماع افتراضي يعني باش نقولوها بالفليقي ا ديستانس، معناه كلهم في دارهم، كل واحد في داره. 116 نائب. هو صار حديث مطول باش نكون واضحين، الجلسه هذه دامت عده ساعات، كان فيها بعد سياسي، معناه تقريبا عده نواب تكلموا، لكن هما اللي تكلموا دار اكثر 116 كي تجي تشوف 121 كمان شغال تحسن المعلومات اللي عندي. ال 116 قرروا انه ياخذوا هالقرار او هالقانون ضد المراسيم. نحاولوا باختصار خاطر فهم برشا نقاط، هل انه النواب من حقهم انه يلتئموا في او يلموا رواحهم في اجتماع، وهل انه الاجتماع هذا بالنسبه ليك عنده صبغه سياسيه ام انه عنده صبغه قانونيه؟ من الناحيه القانونيه البحته، رغم اللي منظر متقلق من القانون، لكن من الناحيه القانونيه البحته حتى شيء ما يسمح ما يمنع بلوتو مجلس نواب الشعب انه يعقد اجتماع. علاش؟ على خاطر هو في حالة انعقاد دائم من الناحية الدستورية الصحيحة، خاطر اللي صار سي اون ديفياسيون على الارتيكل 80. دونك حتى شيء ما يمنع مجلس نواب الشعب باش يعقد اجتماع، واجتماع ا ديستانس زيد فما حتى مشكل، معناتها خاطر فما اذا كان فما ظروف تمنع مجلس النواب من الاجتماع في مقر مجلس النواب الشعب، ينجم في أي مكان آخر ولا بأي طريقة أخرى يعقد اجتماعه من الناحية القانونية، يعني تبقى للنظام الداخلي وتبقى للدستور. لكن هل أنه الاجتماع هذا يدخل في اختصاصات مجلس النواب الشعب؟ لا. مجلس النواب لا، على خاطر إنهاء العمل بالمراسيم ما هوش من اختصاص مجلس النواب الشعب. مجلس نواب الشعب يصادق على مراسيم اللي تندرج في إطار الفصل 72 71 من الدستور، ما هوش معناتها اوني با دون سيت هيبوتيز لا. انهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ما هوش ايضا من مهام مجلس نواب الشعب، واتخاذ قانون في هذا المجال ما يدخلش في اختصاصات مجلس نواب الشعب، لأنه طبقا للفصل 65 من الدستور مجال اتخاذ القوانين محدد بالدستور، ما نلقاوش فيه إنهاء حالة الاستثناء. معناتها هو اجتماع سياسي من الناحية القانونية، عندهم الحق يجتمعوا على خاطر مجلس نواب الشعب يبقى في حالة انعقاد دائم إذا كان طبقنا الفصل 80 بحذافيره، لكن لم يتم تطبيق الفصل 80. لكن من ناحية الاختصاصات ما يدخلش في اختصاصات مجلس نواب الشعب، هذاك علاش هو اجتماع كما نقولوا بوغ ماركي دي بوين بوليتيك، اجتماع سياسي بحت. يعني بالنسبه ليك منى كريم كلمه انهم مجمدين استعملها بعض رئيس الجمهوريه قانونيا ما عندها حتى ما عندها حتى معنى، يعني مش موجوده في الدستور. لا ماهيش، ما فماش في القانون جمله، مش حتى في الدستور، معناتها ما تلقاش حاجه اسمها تجميد عضويه والا تجميد مؤسسه او سلطه، ما فماش، مش بالطريقه هذه انهاء العمل. منى نسالك سؤال، ما بين القانوني والسياسي وي. هل انه هالاجتماع هذايا كان ينجم يهزنا السيناريو اللي حتى تونسي محمد وحتى اكثر ناقد القيس سعيد ما يسمى بوجود شرعيتين؟ هل انه ترى انه الخطوه اللي عملوها النواب هذوما كانت لهذا الغرض؟ هي معناتها من الحاجات اللي نجم نخافوا منها من نتيجة الاجتماع هذه هو وجود شرعيتين. صحيح، معناتها ما عادش كاينه فما تقسيم للبلاد، فما بلاد تنتمي لباردو، فما بلاد أخرى تنتمي لكارتاج، وفما منظومة قانونية تابعة لباردو، فما منظومة قانونية تابعة لكارتاج، لا هذا باهي ولا هذا باهي، معناتها زوز منظومات ماهمش باهيين، وزيد على ذلك يبداو فما زوز منظومات معناتها يمشيو أون باراليل، معناتها مش يخلق توتر أكبر في البلاد، رغم اللي أنه صاير الكل باطل أنا بالنسبة ليا، وهذا كنت عبرت عليه من 25 جويلية. كله باطل وما بني على باطل هو باطل، واجتماع مجلس نواب الشعب ولو عندهم الحق في الاجتماع مش يخلق بلبلة ومش يخلق توتر في البلاد.